نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض التصميم والحرف اليدوية للدورة الأولى المتخصص في عرض تصميمات الحرف اليدوية. المعرض يعد أحد أبرز مبادرات وزارة التضامن لدعم أصحاب الحرف اليدوية ومنحهم فرصا لتطوير تصميماتهم وصناعتهم التقليدية. والمزيد هنا. روح التراث المصري والذوق العصري، منتجات يدوية تعكس إتقان ومهارة اليد المصرية، هذا ما تراه وتشعر به هنا بمعرض التصميم والحرف اليدوية بدورته الأولى المقامة تحت شعار روعة التصميم وأصالة الحرف مصري. احنا بنشارك للمعرض، المعرض بيقام بدورته الأولى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية إكسبو لينك المصدرين المصريين. منتجاتنا كلها من الزجاج اليدوي، عندنا مجموعة من الأعمال الفنية الزجاجية اليدوية مشكلة بالحرارة كلها، سواء بتخدم الانتيريور، سواء وحدات إضاءة أو حاجات الأبواب أو الشبابيك أو الحاجات اللي بتخدم الهوم أكسسوري. ويشارك بالمعرض ما يتجاوز 120 عارضا يمثلون عددا من الحرف اليدوية، منها الخيامية وصناعة الكليم والسجاد والفخار والزجاج الملون وغيرها. المنتجات دي حاجات فخار، طواجن بتحط فيها الأكل، إطباق يتاكل فيها، فنجال قهوة، فنجال شاي، وبنبدأ من بداية خالص بنعمل المنتج بالطينة على الدولاب، وبعد كده بنحرقه ينشف ونحرقه حرقة أولى، وبعد كده بنديله مادة الجليز ونرسم عليه. إقبال وإعجاب من المواطنين على المعرض والمنتجات جعل القائمين يمدونه ليوم جديد. معرض التصميم والحرف اليدوية واحد من بين مجهودات كثيرة تحاول الحكومة من خلالها إحياء روح الحرف اليدوية وإلقاء الضوء عليها من جديد. سالي سالم أون لايف.